السلام عليكم، نتمنى كام تكونوا بخير وعلى خير وفي احسن الاحوال باذن الله. لنجد لكم فطائر المقلاة، يجيو روعة الفطائر، يوجدوا بسرعة. تبعوا معايا الفيديو الاخير باش تعرفوا كم تفاصيل. يلا قولوا بسم الله. لهذه الوصفة نحتاج 3 كؤوس فارينة، ربع كأس زيت، حبة بيض، ملعقة صغيرة خميرة كيميائية، ملعقة صغيرة سكر، ملعقة صغيرة ملح، والماء لجمع العجينة على حساب الخليط. في الأول نحط الفرن، نضيف عليها الزيت ونبسسها جيدا حتى تدخل الزيت جيدا مع الفرن، حتى تولي كل حبات تاع الفرن ملفوفة بالزيت. بعد ما بسستها مليح نضيف البيضة، نبدأ بالبيضة نطم بها العجين، ومن بعد نزيد الماء على حساب اللي تلزم عليه. نبدأ نضيف في الماء، العجينة تجي طرية. ما تكونش تلاصق بزاف ولكن طرية العجينة. بعد ما تمت ما كملتش الكأس تاع الماء، حوالي كأس إلا ربع من الماء، عملتها كرات وخليها ترتاح بينما راني نوجد في لافاخت. عندي هنا شوية تاع صوص طوماط اللي طيبتها بقليت البصل، زدت عليه فلفلة، زدت الطوماطيش خليتهم يطيبو، عاود ميكسيتهم. وهنا فيون داشي أو كفتة لحم، قليت البصل وزدت عليه الكفتة وشوية ملح وشوية فلفل الكحل وشوية فلفل الأحمر. نبدا نحل في العجينه دوائر. ملي الطاجين يسخن عملت فيه القليل من الزبده وحطيت هكذا العجينه، عملت في النص تاع العجينه لاصوص طوماط، ونضيف كذلك القليل من الكفته، ما نكثروش بزاف غير شويه، ونضيف قطع من الجبن. هذه العملية لازم تكون سريعة، مباشرة نقلبها هيدا وهي عادة خضراء، قلبوها وهي عادة خضراء باش ما تتكسرش معكم. نجهزها هكذا على جنب ونزيد دائرة واحدة أخرى، نزيد عجينة واحدة أخرى نحطها مرة على مرة نقلبهم نشوف هذه الحباية طابت نقلبها. هيا بدات تاخذ لون ذهبي كما راكم تشوفوا، هاذي بدات تاخذ لون ذهبي. النار راني عملتها متوسطه، ما تكونش قويه بزاف وما تكونش قليله بزاف. هيدا نكملوهم كامل طياب. وبهذا احبائي الفيديو وصل للاخير، ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه تاعهم، جربوها اكتبوا لي التعليق كيف جاتكم. يدخل اول مره يعمل اشتراك، فعل جرس ليصلها كل جديد، ما تنساوش باش تعملوا لايك الى فيديو اخر ان شاء الله.